ورحمه الله وبركاته مرحبا بكم في قناه عالمك سيدتي مع مريم اليوم ان شاء الله ساقدم لكم وصفه رائعه جدا للشعر التالف والشعر المتقصف هذا الوصفه سنحتاج فيها مكون اساسي ورئيسي هو الزبده قبل بدء هذه الوصفه الناس الذين يشاهدون قناتي لاول مره لا تنسوا الضغط على زر ابوني ايضا تفعيل الجرس للتوصل بالجديد ولا تنسوا اذا اعجبكم هذا الفيديو أن تضغطوا على لايك للفيديو نبدا معكم الان هذه الوصفه التي سنحتاج فيها كما قلت الى مكون اساسي وهو الزبده ونحتاج ايضا الى زيت الزيتون الكميه تبقى على حسب طول وكثافه الشعر انا هنا استعملت ملعقتين كبيرتين من الزبده وملعقتين من زيت الزيتون بالنسبه للشعر الطويل والكثيف نضاعف كميه الزبده ولكن كميه الزيتون تبقى ملعقتين يتعرض الشعر الى الكثير من العوامل التي تؤدي الى جفافه وتقصف اطرافه وصعوبة تسريحه بسبب خشونة ملمسه، وهذه المشكلة حقيقة مزعجة للكثير من النساء، فلذلك يبحثن عن علاج يساعد الشعر على التخلص من هذه المشكلة، ولهذا السبب تلجأ المرأة إلى وضع الزيوت والخلطات الطبيعية، ولكن هناك نوع آخر من المواد الطبيعية التي تساعد على علاج الشعر وهي الزبدة وهي المكون الذي سنستعمله اليوم في هذه الوصفة الزبدة لدي لديها العديد من الفوائد الرائعة فهي تعمل على حماية الشعر من التقصف والجفاف اللذين يؤديان لزيادة خشونته وتحتوي الزبدة على الكثير من العناصر والمواد المغذية للشعر والتي تكسب الشعر ملمسا ناعما وتساهم ايضا في تكتيف الشعر واطالته وهناك انواع كثيرة من الزبدة التي تعمل على تغذية الشعر هنا سنحتمل الزبدة الحيوانية الغير المملحه ضروري جدا استعمال زبده غير مملحه انا هنا اخترت زبده غير مملحه زبده التي استعملها غالبا في الحلويات وهي معروفه تباع في جميع المحلات هاد الوصفة أنا أعتمدها شخصيًا وأستعملها شخصيًا منذ مدة طويلة وإن بالنسبة للناس المتتبعين لقناتي سيلاحظون أني سبق ووضعت منذ سنة تقريبًا فيديو أتحدث فيه عن الزبدة وعن فوائد الزبدة للشعر وعن مساعدتها على ترطيب وتنعيم وإزالة خشونة الشعر هي وصفة قديمة معروفة يستعملها الجميع ما عليكم فقط تطبيق هذه الوصفه للحصول على نتائج رائعه وعدم التخوف من استعمال الزبده للشعر لانها لا تلحق اي اضرار للشعر فقط انتبهوا الى استعمال زبده غير مملحه ايضا سنحتاج في هذه الوصفه الى زيت الزيتون زيت الزيتون هو مكون رائع للشعر يقوي صحه فروه الراس ايضا زيت الزيتون مليء بمضادات الاكسده التي تحافظ على صحه فروه الراس وتعمل ايضا على معالجه الضرر الناتج عن استعمال مواد التجميل على الشعر ايضا فهو مرطب طبيعي للشعر زيت الزيتون استعمل منذ قرون لوصفات الشعر اذ انه يعمل على ترطيب الشعر وحمايته من العوامل الجويه ايضا محاربه الفطريات والبكتيريا مثل القشره والقمل والامراض الفطريه كل هذه العوامل تؤدي الى تساقط الشعر واستعمال زيت الزيتون يعالج هذا المشكل بالنسبه لطريقه تحضير هذه الوصفه فهي سهله وبسيطه يمكنكم اختيار زبده بدرجه حراره المطبخ وهو افضل الان عندي زبده كنت وضعتها في المجمد من قبل ساخذ هذه الزبده ساضعها في كسرونه وساضعها فوق النار حتى تصبح الزبده بهذا الشكل يجب خلطها بشكل جيد للتخلص من جميع الحبيبات الموجوده فيها والحصول على زبده بشكل كريمي بعد ذلك سنقوم باضافه ملعقتين من زيت الزيتون ونستمر في المزج مره ثانيه حتى الحصول على خليط جد متجانس اذا لم يتوفر لديك زيت الزيتون هو من الضروري استعمال زيت الزيتون في هذه الوصفه لكن اذ لم يتوفر يمكنكم استبداله بزيت جوز الهند او زيت اللوز الحلو وبعد مزج كل هذه المكونات سنحصل على خليط بهذا الشكل كما تلاحظون معي بالنسبة طريقة عمل هذه الوصفة قومي بفرق شعرك ومشطه جيدا ثم ضعي الخليط وهو سائل متجانس على شعرك جيدا مع تدليك فروة الشعر ووزعيه على كامل شعرك ثم لفيه وغطيه ببلاستيك غذائي واتركيه لمدة أربع أو خمس ساعات للحصول على نتائج جيدة جدا يمكنكم استعمال هذه الوصفة مرة كل أسبوع للحصول على نتائج مرضية جدا للشعر هذه الوصفة غير مضرة بالشعر ولا تسبب أي حساسية للشعر هناك ايضا من يضيف ايضا ملعقة عسل نحل طبيعي لهذه الوصفة خاصة اللواتي يعانين من فراغات في الشعر فانصحكم باضافة ملعقة من عسل النحل الطبيعي ومزجها عفوا مع هاته المكونات وتطبيق هذا الماسك على الشعر بعد مرور خمس أو ست ساعات يمكنك بعد ذلك غسل شعرك من هذا الماسك ويمكنك استعمال أي شامبو تستعملينه أنت للشعر أو أي شامبو مفضل لك للشعر قومي بعمل غسل شعرك مرتين لإزالة الزبدة بالكامل من الشعر إن لم تزل الزبدة بشكل جيد يمكنك خلط الشامبو مع بيكربونات الصودا ووضعه على شعرك لازاله الدنيات الموجوده بالشعر، لا تستعملي شامبو به مكونات كيماويه كثيره التي تضر بشعرك، حاولي استعمال شامبو لطيف على الشعر ولا يضر بالشعر. لا تترددوا ابدا في استعمال هذه الوصفه وفي تجربه هذه الوصفه فعلا وصفه رائعه وستنبهرون وستندهشون بالنتيجه التي ستحصلون عليها بعد استعمال هذه الوصفة شكرا على تتبعكم لهذا الفيديو، اتمنى ان يكون قد اعجبكم هذا الفيديو وقد استفدتم من مشاهدتكم لهذا الفيديو، اذ لديكم بعض الاسئله او بعض الوصفات تريدوني ان اقدمها لكم على القناه، ما عليكم فقط ترك لي اسم الوصفات او ما هي الوصفات التي تريدون ان اقدمها لكم على القناه في تعليق وسأ... إن شاء الله سأصور لكم فيديوهات عن هذه الوصفات شكرا على تتبعكم شكرا على وفائكم الدائم لا تنسوا الضغط على زر أبوني أيضا الجرس للتوصل بجديد القناة وعمل لايك لايك لهذا الفيديو إلى اللقاء انتظروني في فيديو قادم باذن الله قريبا على القناه وكما تلاحظون فانا اضع فيديوهات يوميا على القناه خاصه بالطبخ وبالوصفات الطبيعيه آه الى اللقاء